الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. متابعينا عبر الهواء بثا مباشرا عبر القناة الناقلة لهذا الحدث الرياضي الكبير في جائزة الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه. تتواصل انطلاقاتنا في هذا المساء، حيث تعلن انطلاقة شوطنا الرئيسي للقعدان الحقايق مسافة 4 كيلومترات. تتواجد الشعارات، تحضر تتوزع في أرضية الميدان بحثا عن المركز الأول، بحثا عن النماسة، بحثا عن الصدارة. انطلقت الشعارات، انطلقت الأسماء لأتقدم مباشرة مع المركز الأول، مع الأسد. الأسد ينطلق مع المركز الأول يبحث عن نصيب الأسد من هذا الشوط. نعم، إنه المركز الأول، إنه النوماس، ولكن من سيظفر ويحظى بنصيب الأسد في هذا الشوط يا مالك الأسد؟ الشرقي بن حمودة بالزفنة بن سهيل الحرسوسي، من يقدم لنا الأسد الأشقاء من دولة الإمارات؟ مرحبا بجميع الضيوف. الله، وصل وصل حشيم وتسلل يا راشد يا بن محمد يا بن حمد يا النابت يا المري، من يقدم لنا حشيم؟ ولكن غير ابن رويشد. الله 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 الله، ابناء ينبع، ابناء ينبع ياتون مع شعارك يا ابن رويشد، مع شعارك يا ابن رويشد، يعلقون الامال على الصداويه وعلى شعار الصداويه. سليمان بن سلامه بن سليمان الفايدي الجهني، من يقدم لنا الصداوية الذي تسلل وانطلق مع المركز الأول. المركز الثاني هنالك حشيم وراشد بن محمد بن حمد النابت المري، ووصل جبار 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 جبار. الشوط نار 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 يا حبيبي نار. الله على هذه الأسماء الكبيرة. الانتصار هو المطلب، الانتصار يا راعي جبار. ولكن وصل في هذه اللحظات شاهين يا البريص، سعيد بن علي بن سعيد البريص المري، من يقدم لنا شاهين؟ الدماء الشاهينية الغنية عن التعريف، الثرية بالقوة والإثارة والعزائم الكبيرة. ولكن وصل معتاد، معتاد يصل في هذه اللحظات ويتدخل مع سعود بن مانع بن سبعان العجمي. يأتي، يأتون أبناء الكويت الأشقاء. نرحب بجميع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وبجميع المشاركين في هذا المهرجان العالمي الكبير في مشاركاته وفي متابعته وفي تصدر للأحداث اليومية والرياضية على مستوى الخليج. الله، ولكن العودة لك يا بن رويشد، لك يا الحصاد. الحصاد يبحث عن حصد المزيد من الإنجازات والنقاط لهذا الشعار الذي دائما ما يعتاد على الحضور في هذه الأيام، في مثل هذه الأيام، في مثل هذه المهرجانات. نعم، لا سيما وأنه مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. يا سلام يا سلام يا سلام. الصداوي، الصداوي، الصداوي مع المركز الأول، الصداوي مع مقدمة الشوط يا بن رويشد. ولكن حذاري من شاهين، حذاري من شاهين القادم مع المركز الثاني. وأيضا الأسد عاد، الأسد بعدما بدأ هذا الشوط مع المركز الأول هو يعود ويحاول أن يعود إلى أدراجه مع مقدمة الشوط، وهو يحتل المركز الثاني. ولكن الكيلومتر الأخير
واقترب عز الجيش محمد بن حمد بن جابر الغفراني المري من يقدم لنا عز الجيش، وأيضا وصل مع المركز الرابع الحزم وسالم بن حسين بن محمد بن صالح الجرحى بلا شقة من دولة قطر من ميدان التحدي، وصلوا من أجل التحدي، ولكن من يتحداهم؟ من يتحدى الجميع ويخطف الانتصار؟ بن رويشد يقول أنا لها، أنا لها، مع الصداوي مع المركز الأول، مع الصداوي مع الانتصار، ذهب مع الفوز. نعم الصداوي بإنجازاته يا بن رويشد، يا الحصاد يا الحصاد، ينطلق مع الإنجازات، هذا الشعار المعتاد على خطف الأشواط الرئيسية، المعتاد على خطف النواميس. ولكن وصل عز الجيش، بدأ يقترب عز الجيش والحزم، ولكن هذه أمتار الحزم، هذه أمتار الحزم، هذه أمتار الإصرار، هذه أمتار عزم الجبال. نعم كالجبال التي لا تنكسر ولا تتزحزح، ولكن وصل، وصل شاهين، الحزم الحزم الحزم، اقترب الحزم وفي طريقه إلى المركز الأول، والأسد الأسد والحزم إلى قطر السلام أم إلى الأشقاء في دولة الإمارات. الأسد 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 مع الصدارة، الأسد السلل، الأسد افترس الصدارة بقوة بطشه وصار للسر جهارا وأوقد للحرب نارا جهارا. سلامي عليك يا راعي الأسد، سلامي عليك يا الشرقي يا بن حمود يا الزفنة يا بن سهيل يا الحرسوسي على هذا الانتصار. نعم الأسد بعدما كان مع المركز الأول، بعدما خطفت منه الصدارة، عاد لها في الأمتار الأخيرة وقال أنا لها، أنا للانتصار. والنوماس نوماسي، تهانينا وألف مبروك للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الفوز والانتصار. وهي لحظة وصول الأسد إلى خط النهاية معلنا الفوز والانتصار. والتوقيت الزمني لحظة الوصول 6 دقائق 37 ثانية 24 جزءا من الثانية. المركز الثاني الحزم سالم بن حسين بن محمد بن صالح الجرح ب 6 دقائق 37 ثانية 74 جزءا من الثانية. المركز الثالث عز الجيش محمد بن حمد بن جابر الغفراني المري 6 دقائق 38 ثانية 47 جزءا من الثانية. المركز الرابع وصل فيه شعارك يا الحصاد سليمان بن سلام بن سليمان الجهني مع الصداوي. المركز الخامس شاهين وسعيد بن علي بن سعيد البريس المري. إذن متابعينا مشاهدينا في كل مكان، محبي وعشاق هذه الرياضة، هكذا كانت أحداث شوط القعدان الرئيسي الشوط الأول، حيث كان الأسد حاضرا وبالفعل كان له نصيب الأسد من هذا الشوط في هذه الجوائز النقدية الضخمة في ختام مهرجان المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين، وحظا أوفر لمن لم يحالف الحظ، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في الأشواط القادمة، ونتمنى التوفيق لمشاهدينا الكرام في متابعة شيقة لأحداث هذا المهرجان.